يستعيض ذوي الإعاقة السمعية فاقدو أو ضعاف السمع بحواس أخرى لإدراك ما يدور حولهم من أصوات كحاسة البصر أو بالحركة. ومن التكنولوجيا التي توفرت للمساعدة في ذلك ميزة وجدت في برمجية أجهزة الهاتف النقال تساعد في التعرف على صوت جرس الباب أو في التعرف على صوت بكاء الطفل والتنبيه على ذلك بالصورة والاهتزاز. ويمكن الوصول إلى ميزة اكتشاف جرس الباب في برمجية الأندرويد كما يلي: من قائمة الضبط الرئيسية Settings نختار إمكانية الوصول Accessibility، ومنها نتجه إلى التحسينات السمعية Hearing Enhancements، ثم نختار أدوات اكتشاف الصوت Sound Detectors، ومنها نختار أداة اكتشاف جرس الباب Doorbell Detector، ونضغط موافق أوكي ثم زر البدء ليصبح الجهاز جاهزاً للتنبيه. وإليكم التجربة. بعد الضغط على زر البدء والخروج من قائمة الضبط وعند سماع صوت جرس الباب وبعد أن يصل الصوت للجهاز يظهر التنبيه على الشاشة بهذا الشكل مع الاهتزاز. وللوصول إلى ميزة اكتشاف بكاء الطفل في برمجية الأندرويد أيضاً كما يلي: نتبع نفس الخطوات بالذهاب إلى قائمة الضبط Settings، ثم إلى إمكانية الوصول Accessibility، ومنها إلى التحسينات السمعية Hearing Enhancements، ثم نختار أدوات اكتشاف الصوت Sound Detectors، ومنها أداة اكتشاف بكاء الطفل Baby Crying Detector. عند اختيار هذه الميزة لأول مرة تظهر لكم ملاحظة تنصح بوضع الجهاز على بعد متر من الطفل في مكان خال من أي ضجيج في الخلفية للحصول على أفضل النتائج. وبعد المتابعة نضغط على زر البدء كما في الخطوات السابقة ليصبح الجهاز جاهزا للتنبيه. وإليكم التجربة أيضا. بعد الضغط على زر البدء وعند سماع صوت بكاء الطفل وبعد أن يصل الصوت للجهاز يظهر التنبيه على الشاشة بهذا الشكل مع الاهتزاز. وعند العودة إلى قائمة أدوات اكتشاف الصوت بعد ذلك سيكون هناك سجل لجميع التنبيهات التي صدرت سابقا لصوتي جرس الباب وبكاء الطفل.